شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات من آيات الصيام. ضيف الحلقة الدائم وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور طه بن عابدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. مرحبا دكتور طه. حياك الله فضيلة الشيخ أبو نورة، حيا الله المشاهد والمستمع الكريم. شيخنا الكريم، لو أحببنا أن يكون حديثكم الماتع هذه الليلة حول دلالات اللطف الرباني من آيات الصيام. طيب، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الشيخ عبد العزيز، الله عز وجل لطيف بعباده سبحانه. الله عز وجل له الأمر، وليس لعباده إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ليس لك خيار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مع أن الحرج شيخ طه لعله أمر قلبي. أمر قلبي، سبحان الله. الله عز وجل يدرك يعني ما في النفوس، وأن العباد قد يستثقلون هذه الفريضة وهذه العبادة، ولهذا خاطبهم الله عز وجل بألطف خطاب، لطف عجيب، وهو يفرض علينا هذه الفريضة العظيمة. نقف مع بعض جوانب اللطف من خلال هدايات آيات الصيام. أولا، نادانا الله عز وجل بهذا النداء العظيم، يا أيها الذين آمنوا، هو أشرف نداء. وعندما تأتي إلى شخص وتقول له يا ابن الكريم، يا من عرفت بالفضل والخير، يعني ما في صفة أعظم من صفة الإيمان. ولهذا بعض السلف قالوا لذة المناجاة أذهبت عناء العبادة عند أوليائه. الله أكبر، لأن الله شرفهم بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا. ثانيا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا يدل على عراقة هذه العبادة وعلى اضطرادها في الصلاح وعلى وفرة أجرها وثوابها، بل يدل هذا النداء على أن هذه العبادة ليست من العبادات الصعبة، لأن الأمر إذا عم هان لم نفرضه عليكم أنتم وحدكم. الله أكبر. وإنما فرضناه على سائر الأمم، وإن اختلفت بعد ذلك يعني بعض يعني الأمور الفرعية في الصيام، لكن أصل الصيام كتب على جميع الأمم. سبحان الله، يعني كأن في هذا تخفيف. هذا تخفيف ولطف رباني عجيب. الله أكبر. والأمر الثالث، وهو بيان الثمرة، ودائما الإنسان إذا علم الثمرة والفائدة تشجع على الأمر. الله أكبر. ولهذا قال لعلكم تتقون، تحققون التقوى وتنالون ما كتبه الله عز وجل للمتقين من الفوز. ثم جاء اللطف الرباني في قوله تعالى أياما معدودات، وهذا هو فضل الله. ما فرض الله علينا أن نصوم نصف العام، وما فرض الله علينا أن نصوم ربع العام ولا ثلث العام
وإنما قال حتى أنظر إلى قوله تعالى أياما معدودات، وهذا من اللطف والتخفيف، هذا من باب التيسير. الآن الناس تجد الآن عندهم هم، باقي لي رمضان شهر، باقي لي رمضان أسبوع، باقي لي رمضان 3 أيام، سرعان ما دخل الشهر إلا وترى الأيام تتسارع وينتهي. يعني حتى الإنسان يفاجأ بأنه ينبغي أن يرتب للعيد. الله أكبر، الله مستعد. ثم قال الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا لطف بأننا ما فرضنا هذه العبادة على جميع الناس، ما فرضناها إلا على صحيح مقيم. أما من كان مريضا أو كان مسافرا فله أن يفطر وله بعد ذلك أن يقضي هذه الأيام. بل أنظر إلى اللطف كذلك، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الرجل الكبير المسن وصاحب المرض الدائم المستمر، كذلك هؤلاء عليهم أن يفطروا وأن يطعموا. بل قال الله عز وجل مبينا يعني عظم ما في هذا الصيام من فضائل، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بل من لطف الخطاب القرآني وين؟ بيان فضل هذه الأيام التي يصام فيها، هي أفضل أيام العام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرق، بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. من أيام. هذا تكرار للإنسان أن يتذكر أن تلك الرخصة هي مستمرة. يريد الله بكم اليسر، انظر إلى هذا الخطاب، ولا يريد بكم العسر. لهذا نحن نحمد الله بأن شرع لنا دينا ميسرا. يعني الناس الآن بيشوفوا الصيام كأنها عبادة شاقة، لا. يعني إذا الله عز وجل عفى المريض، وعفى الله عز وجل المسافر، وعفى الله عز وجل المسن، وعفى كذلك صاحب العاهة المستمرة، كل ذلك حتى تدركوا أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سبحان وإلا الله ما أتاها. شيخنا الكريم، هذا التلطف والتودد من الله عز وجل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أنكم لستم الوحيدين ولستم أمة وحيدة دون الأمم في الصيام. ثم ذكر ما ذكرتم أنها أيام معدودات، وبين يدي كتاب ماتع لفضيلتكم وهو إتحاف الأنام بهدايات آيات الصيام. ذكرتم أن المعدود دائما يوشك أن ينقضي. طبعا. ثم ذكرتم شيخنا أن بعد ذلك أن الله عز وجل قد ذكر الهدف فقال لعلكم تتقون. أقول هذا التودد وهذا التلطف من الله عز وجل في هذا التكليف إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أن الله عز وجل يعلم يعني ما في نفوس العباد، لأن الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. والقرآن أي موضوع يخاطبه بأسلوب يختلف، لأن هنا النفوس تستثقل مسألة الصيام وتشعر أن هنالك صعوبة أن تترك الأكل وأن تترك الشرب وأن تترك الجماع، لهذا يخاطبك الله بهذا الخطاب اللطيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني الصيام عبادة ينبغي أن تحمد الله عليها لعظم ما فيها من أجر ومن ثواب. وأنظر إلى جوانب اللطف في داخل آيات الصيام. جاءت آية، ما هي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا يريد الله؟ يقول إذا أردتم أن يستجيب الله لكم فاستجيبوا لي. ولهذا إنه للصائم دعوة لا ترد، جاءتك المكافأة في الدنيا قبل الآخرة، هذا من اللطف. جاءت آيات الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني
فليستجيبوا لي. طبعا استجابة دائمة، لكن فليستجيبوا لي هنا في هذه الفريضة، استجيب لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة لا ترد. وانظر إلى جوانب اللطف، هي شهر أو أقل، ولكن ما فرض الله عز وجل علينا إلا أن نصوم النهار فقط. هنالك كان التخفيف في من شرع عليهم الصيام، من كان مقيما وصحيحا. وهنا بين الله عز وجل على أن هذه الفريضة ما شرعت إلا في النهار فقط. سبحان الله شيخ طه، ظاهرها التكليف أيوة، لكن حقيقتها تخفيف وتلطف وتودد عظيم جدا سبحان جدا الله. جدا من الله سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، الله أكبر، يعني حتى يعني يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. التقوى هي المدار في كثير من الآيات، آيات الصيام، ليس كذلك؟ أيوة، وهذا هو الربط بين بداية الآيات وبين نهايتها. لهذا أنا ذكرت لك أنه من مقاصد الصيام تحقيق التقوى، لأنها بدأت بهذه الآيات، بدأت لعلكم تتقون، وهنا بين الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم كذلك يتقون، أي يحققون هذه التقوى. فلهذا العاقل يعني يخاطبك الله رب العباد بهذا الخطاب اللطيف، بهذا الأسلوب العجيب، لا يمكن لعاقل إنه يتردد في أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن يستجيب لدعوته، وأن يستجيب لما فيه الخير له في هذه الفريضة. ولهذا الله لطيف بعباده سبحانه. شكر الله لكم دكتور طه عابدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين. كان معنا صاحب الفضيلة الأستاذ دكتور طه عابدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وحديث حول هدايات من آيات الصيام. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،